واستنكرت عائلة مرشد الافتراءات المغرضة على مملكتنا الحبيبة من النظام القطري وسلوكه العدائي الذي لا يمت لأخلاق الإسلام بصلة ولا حق الجيرة والنسب، كما أكدت العائلة وقوفها صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والمضي قدما في مسيرة الخير والعطاء في ظل العهد الزاهر لجلالته أيده الله.